بين الدستور كل نائب ما كانش يتعامل ولا يخمم حسب ضميره او حسب انتماءه لحزب معين مهما كان الحزب هذا، والدستور هو مش قاعدين نكتبوه للحزب هذا او للحزب الاخر، انما في التوانسة الكل تجمع التوانسة الكل لازم الوحدة الوطنية هي اللي تتحقق في الدستور هذا تمثل أغلبية التوانسة تاع اليوم، وغادي يبين الصعوبة اللي عندهم النواب اليوم لازم يتخيلوا شنو وكيفاش يتمناوا ولا كيفاش نتمناوا تونس باش تولي السنوات اللي قدامنا، مش نحكيوش على 5 سنين ولا نحكيو على الأجيال اللي قدامنا. فيها برشا نقايص احنا نشوفوا خاصة فيما يخص الحريات، فيما يخص نقطة أخرى حتى نشتغل عليها حتى نتعلم فيها ما فيهاش فيها، ولكن ثم نقايص فيما يخص الديمقراطية المحلية فيما فيهاش ماشي ونحب الطريقة. أتمنى أن شخصيا في الدستور في نهاية الأمر أغلبية مش 51% معناتها 90% و 90% تاع النواب ولا حتى كان يمشي للاستفتاء يصادقوا على الدستور النهائي اللي مش يتقدم للشعب التونسي. إذا كان غدوة نوصلوا للاستفتاء ولا حتى في معناتها كان مشينا للاستفتاء ونوصلوا 55% مهما كان مشروع الدستور اللي مش يقدموه للشعب التونسي، معناتها مش يصير انشقاق في معناتها الدستور هذاك مش قاعد يمثل التوانسة الكل، هذا ماهيش الدستور ماهيش مسألة أغلبية، مسألة وحدة وطنية ومسألة حماية ولا بناء أولا دولة قانون كيف قلت تحمي الحريات وتحمي كل المواطنين. هذاك هو التمشي مع المجلس الوطني التأسيسي من الأول، من الأول هو سيس ولا حساسيات الحزبية، وهذا ما نشوفوش في مصلحة مستقبل البلاد، مصلحة الوحدة القومية والوحدة الوطنية في تونس. والله احنا توا العديد الخبراء من أساتذة مختصين في القانون الدستوري وحتى محامين وقضاة وحتى رجال أدب يعتبروا أنه السياق بتاع نص دستوري ماهوش مجراش بلغة قانونية وبسياق قانونية على درجة من الدقة اللي المفروض أن تتميز بها الدساتير. ومن جد احنا لاحظنا شيء هذايا سواء في التوطئة بتاع الدستور، فما برشا إنشاء لغة غير قانونية، أساليب بتاع صياغة قانون طويلة أحيانا فيها أنواع من الاستدراك اللي ما تتمشاش مع الصياغة اللي يستوجبها نص الدستور. وثم حتى في فصول أخرى زاد نفس الشيء، ثم بعض العبارات غير دقيقة والصياغة معناها غير قانونية، وتعرف الصياغة هذه من شأنها أن تضعف المضمون بتاع نص الدستور اللي هي معناها صياغة ضبابية قابلة لكل تغيير كل تأويل، وتنجم تحتمل حتى تأويلات متناقضة أصلا، معناها بشكل يبعث على التخوف من أن تكون هناك وراء الصياغة هذه نوايا سياسية، الظرف السياسي الحالي لا يسمح للتعبير عليها بصورة صريحة، فيقع تضمينها بشكل يعني هكا ضبابي باش من بعد يقع الارتكاز عليه لصياغة نصوص تطبيقية وفق التأويل وطبيعة الحال بما يسمح به ميزان القوى نعرف باش تعمل القوانين هذه. ومن نوع مثلا الفصل مثلا اللي يتكلم على المجموعات الأمنية غير فصل 95 غير معناها مؤسسات الأمن الرسمية بما يسمح به القانون. فالصياغة هذه معناها تبعث على الكثير من الخوف، كيف ثم صياغة أخرى كما في التوطئة اللي زاد معناها يقع تأويلها بأشكال معناها متعددة ومختلفة وحسب الظروف السياسية وموازين القوى، وأنت تعرف أن الدستور النجم يمتد لفترة طويلة. وقدم الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو صغرته مجموعة من الخبراء استعان بهم الاتحاد العام، بطبيعة الحال اهتمامات الاتحاد تركز على جوانب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعلى الحريات النقابية،
خصوصا الاتحاد هو اكتوى بالفصول القديمه والنصوص القديمه اللي تلتف على حق الاضراب وعلى حق التنظم النقابي وعلى حق الصد عن العمل الى اخره، واستعملت سواء مجال الشغل ولا غير من القوانين لضرب الحق النقابي. فاقترحوا في المشروع بتاعهم اقترحوا تنصيصات دقيقه واضحه هو الاعتراف بحق الاضراب والصد عن العمل. بطبيعه الحال النسخه نتاع الدستور ما ضمنتش الشيء هذا، وهذا شيء يخوف على خاطر واحد من المبادئ الاساسيه في الحريات العامه والفرديه هو حق التنظم بما في ذلك حق التنظم النقابي وحق الاضراب، والحريات النقابيه هي الجزء الاساسي من الحريات العامه. ما نجمش نجاوب إجابة كاملة حول السؤال المباشر كما هذايا، أما نجم نقول لك اللي مازالت معناها عدة نقائص لازم تستكمل، خصوصا أنه في المبادئ الحريات والحقوق تكون واضحة ومطابقة للعصر اللي نعيشوا فيه، في خصوص دقة العبارات والبنود اللي تتعرض لمؤسسات الحكم والهيئات الدستورية، لأنه هذه أي أخطاء فيها أو أي غموض قد يعرضها يوم آخر غيب عليها النجاح أو يعرضها لإشكاليات التناقض والتجاذب بين المؤسسات، وبالتالي لابد من تدقيقها حتى تكون عندنا مؤسسات حكم بقدر ما تحترم حقوق المواطنين تكون قوية وناجعة.